كرة اليد المنتخب العالمي ودائما صاحب البسمة وصاحب السعادة في الرياضة المصرية، ورغم الهزيمة من المنتخب الدنماركي بفارق 3 أهداف، لكن المنتخب قدم لقاء قوي جدا وبالتحديد في الشوط الثاني. ويمكن الكل أجمع أن محمد علي حارس مرمى منتخبنا الوطني كان نجم اللقاء الأول، على الرغم من أنه لعب شوط تاني فقط لم يبدأ من بداية اللقاء. تعالوا نتكلم أكتر عن حظوظ منتخبنا الوطني بشكل عام وتقييم لأدائه في لقاء اليوم مع نجم النجوم كابتن محي صلاح مدرب حراس مرمى كرة اليد بنادي الزمالك ونجم كرة اليد المصرية السابق. كابتن محي أهلا بيك. كابتن أيمن صباح الخير، ازيك؟ كله تمام؟ زي الفل الحمد لله. الحمد لله تمام. قول لي تقييمك لأداء منتخبنا الوطني في لقاء اليوم، ورأيك البداية البطيئة في الشوط الأول كان سيء جدا ولم يكن على قدر التوقعات والطموحات تماما، بعد كده الشوط الثاني حالة من التحول، أداء مختلف تماما، في رأيك سبب التباين إيه وسبب البداية البطيئة إيه؟ هو طبعا بالنسبة للتحول في الشوط الثاني كان واضح لكل الناس، كان محمد علي هو اللي عمل الفرق بتاع، لان هو كان بيصد والفرقه كانت بتجري فاست بريك، فهو ده اللي عمل تحول في منتخب مصر. وانا شايف ان منتخب مصر قدامه بصراحه فرصه ذهبيه اللي هو يحقق ميداليه في الاولمبياد دي، لان الاولمبياد اللي فاتت كانت اصعب من الاولمبياد دي اصعب، وخد فيها رابع. لان بس خلي احنا بالك في ما كناش اقل اقوى، يعني دلوقتي احس المنتخب اقل فنان بعض الشيء من النسخه اللي فاتت. لا بالعكس، هو بالعكس نفس الخط الخلفي، هو ينقصه احمد الاحمر يمكن كان موجود في احمد الاولمبياد اللي الاحمر فاتت، وحسن قداح، هم دول اللي ناقصهم. وممدوح ومحمد ممدوح هاشم مع احمد عادل دول. ماشي، بس هو دلوقتي الخط الخلفي، انت عندك الخط الخلفي تقريبا كلهم صغيرين، يحيى الدره 95 مواليد 95، طيب يحيى خالد 96 مواليد 96، مهاب مواليد 2002، فانت عندك الخط الخلفي كله تقريبا صغار في السن وعندهم خبرات. فانت وطبعا نتيجه فرنسا مع النرويج دي، في صالحنا فانت ولا طبعا ضدنا؟ طبعا في صالحنا، لان فرنسا خلي بالك، فرنسا في اقوى 6 فرق في البطوله تقريبا هي اقلهم كحراسه مرمى. يعني هي فرنسا وده اهم مشكلتها مركز اعتقد، يعني بالظبط في كره اليد دلوقتي بقى اهم مركز. ففرنسا هم عندهم 2 لعيبه، دي كمان وبراندي، وخلي بالك براندي ده مواليد 98، يعني برضو مش ما عندوش خبراته الخبرات قوي، انما مش دي زي كمان حدنا طبعا ده عندنا. دي لعيب كمان عالمي اوكي، طبعا، وهو يعتبر الباك اليمين. ده اهم لاعب في فرنسا. في منتخب مصر قدامه فرصه ذهبيه اللي هو ياخد ميداليه في الاولمبياد، لان يعني مثلا في مثلا المجر والارجنتين النهارده فرق 10، الارجنتين ان شاء الله كده كده هنكسبها، النرويج برضو بإذن قريبه الله. مش بعيده، فاحنا فرصه ذهبيه اللي احنا ناخد تاني المجموعه، لما ناخد تاني المجموعه نقابل تالت المجموعه التانيه تبعد عن السويد وتبعد بنسبة كبيرة عن منتخب أسبانيا، ممكن بالظبط كده. تصطدم بسلوفينيا أو منتخب كرواتيا أعتقد برضو لا موجود لا في هو المجموعة. لا هو غالبا سلوفينيا، لان سلوفينيا كسبت كرواتيا، أي يعني النهارده ففي سلوفينيا الأغلب يبقى كسبت. ممكن يبقى سلوفينيا. فانت لو لعبت سلوفينيا انت كده خلاص دخلت يا رب مش عايزين المربع. نقاطع بإذن فيعني الله. فانا بقول لك يعني معظم، يعني حتى الفرق اللي هي حراسها جامدين، المانيا مثلا، السويد، دنمارك، النرويج، النهارده حارس مرمى النرويج بصراحه، يعني منتخب فرنسا كل ما يجي يقرب هو توقيتات صده هي اللي خلت منعت فرنسا ترجع في المباراه، يعني حارس النرويج النهارده عمل مباراه كبيره جدا. طب فانا بقول نتكلم لك على فرصه محمد مصر. علي. محمد علي بالتحديد، في رأيك ايه سبب التطور الشديد الواضح في أدائه، وازاي نبني على أداء الشوط الثاني وأداء محمد علي بالتحديد في اللقاءات القادمة؟ بص يا كابتن، لو انا صاحب قرار في الاتحاد المصري لكرة اليد، بكره الصبح هطلع قرار احتراف حراس المرمى في الدوري الاوروبي بس، معاك مليون في المية، مش المكان ده هخلي ولا أكتر مكان حارس محتاجين مرمى محترفين يستاد. فيه. يعني لازم، بص يا كابتن، يعني موضوع حراس المرمى ده لازم يكون ليه قوانين استثنائيه في مصر، في الاتحاد المصري، بمعنى ان لازم يتحط لكل قوام حراس مرمى منتخب مصر، قوام حراس المرمى ماليش دعوه باللعيبه، كلهم يحترفوا في الدوري الاوروبي. اي حد هيجي له في خليج في الدول صح، العربيه لا ممنوع. فانت نقطه التحول بتاعت محمد علي، محمد علي كان محترف في اسبانيا، وبعد كده راح المانيا لعب 2 3 كده، بعد كده رايح
لا راح البرتغال سبورتنج لشبونه. ايوه فهو لعب في اخر السنه دي، لان هو خلي بالك هو محمد علي بيجي اسبوع دولي، الاسبوع الدولي بيجي كل مثلا كل فتره بيجي اسبوع، فهو ما اتمرنش اصلا في مصر ولا اتمرن مع مدرب الحراس بتاع فعلا. منتخب مصر، هو بيتمرن بره في اوروبا. والحارس المرمى عشان مستواه يزيد لازم يبقى اللي بيشوطوا عليه مستواهم عالي، مظبوط فاللي فرق مع صح. محمد علي احترافه في اوروبا. نفس الكلام الطيار محترف في المانيا، فهو دي لازم يحصل قوانين استثنائيه في الاتحاد المصري اللي قوام حراس مرمى سواء منتخب الاول منتخب الشباب او منتخب الناشئين، اي حد يجي له حاجه في اوروبا يروح، غير اوروبا لا. وكمان ممكن مش اي حاجه في اوروبا، يعني مش اي حاجه في اوروبا. وخلي بالك في اتحادات في اخرى في دول تانية بتحدد لك بتحدد للعيبه الدول اللي تروح تحترف فيها اللي هو قوام المنتخب. صح فدي مظبوط. حاجه مهمه قوي لازم ننتبه لها، لان المركز ده بقى حساس. انت معاك حارس مرمى كويس انت بتنافس، معاكش حارس مرمى نص نص مش هتنافس. هتعاني يعني صح زي مظبوط. فرنسا، فرنسا عانت النهارده، فرنسا ونتمنى حاولت. بإذن الله نتعاني أمامنا كمان يا كابتن إن لا لا شاء ان الله شاء الله. بس إن خلي شاء بالك الله. احنا كحراسه مرمى بالنسبه لما قارن بحراسه مرمى منتخب مصر، خبرات أيوة كريم هنداوي مع محمد علي محمد علي هم افضل من فرنسا، افضل من مظبوط حراس فرنسا. صح. خلي بالك فرنسا من بعد اومير عندها مشكله في المركز ده، الدنيا وقعت بشكل واضح جدا. عندها كابتن مشكله محي كبيره في المركز صلاح ده. بشكرك شكرا جزيلا، وكل التمنيات بالتوفيق لمنتخبنا الوطني لكرة اليد، مقبل على لقاءات في غاية الأهمية، لكن ناخد الموضوع خطوة بخطوة بإذن الله نبني على أدائنا في الشوط الثاني.